عايز ارجع برضو الموضوع، انا ما زلت مصمم ان انا هقعد اتكلم فيه لحد ما اشوف اخرتها ايه، اللي هو الجواب بتاع الكاف بتنظيم دوري ابطال افريقيا او نهائي دوري ابطال افريقيا، واللي اختفى من اتحاد الكره. انا بقى مش هقول راح فين ولا لا، اختفى من اتحاد الكره بفعل فاعل، لان الجواب جه. طيب الجواب ما طلعش ليه؟ يبقى كان في فاعل، في فاعل في الموضوع ده، عمل حاجه غلط. يبقى عندنا فعل وفاعل او فاعل وفعل. الجواب استلمه واحد كلنا عارفينه، ومش يعني مش يعني مش هقول مش هخبي اسمه، كلنا عارفين ان وليد العطار جاله الجواب او استلم الجواب. طيب ليه هو استلم الجواب؟ بحكم المسمى الوظيفي بتاعه ان هو المدير التنفيذي، كويس. عرضوا على مين؟ انا عايز اعرف عرضوا على مين. هل عرضوا على اجتماع المجلس، مجلس اتحاد كره القدم، لحد ما تم انتهى فتره التقدم اللي هي 28 فبراير اللي فات؟ لا. كويس. السؤال الثاني، عايزين نعرف مين اللي ورا اختفاء الجواب. ما حدش اتكلم ولا قال حاجه خالص لحد يعني. في ناس طلعت قالت لك ايه؟ والله فعلا صح، احنا مخطئين، لا احنا مقصرين، لا اللجنه اللي شكلها السيد الوزير فعلا ادانت الاتحاد. طب وبعدين مين؟ مش هي اللجنه كانت بتقول ايه؟ لجنه تحقيق في عدم الشفافيه. طب فين الشفافيه؟ احنا ما عرفناش حاجه، احنا كجمهور ما عرفناش حاجه. طب ما احنا عايزين نعرف فين الشفافيه في اللجنه بتاعت عدم الشفافيه. فين الشفافيه؟ حد قال حاجه؟ قال لك لا الاتحاد كان مقصر. طب وبعدين؟ طيب مين اللي خبى الجواب؟ ما هو 1+1=2. هو مين المسؤول؟ المسؤول وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكوره، اللي ما زال مستمر في اتحاد الكوره حتى الان، ونفوذه بيزيد يوم بعد يوم بطريقه تثير العديد من علامات الاستفهام.